السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد تحت الطلب ديالكم. بغيتو شي حاجه سهله ومعسلات اللي ما كياخذش الوقت بزاف وما فيهمش كثره المقادير. كنتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر قبل ما ندوز للطريقه والمقادير. اللي اول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. ويلا نبداو الطريقه والمقادير. وهادو هما المكونات. هنا عندي 500 غرام ديال الطحين، واحد الخماره حمراء، عندي 140 غرام ديال الجنجلان اللي ما محمر ما والو، عندي هنايا 50 غرام ديال الزبده، عندي واحد البيضه، عندي هنايا معلقه ديال الخل، وعندي جوج معالق ديال زيت الزيتون، وعندي معلقه ديال القرفه، معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه، وعندي شويه ديال الملح لتصحيح الذوق، وعندي الماء زهر. صافي الزبده غادي نديرها تذوب باش ما نطولش الفيديو. هنا غناخذ واحد الكسعه ولا واحد الاناء اللي غنخلط فيه هاد القريطات ديالي، غنضيف هنايا الطحين كيف ما كتشوفوا، وغنزيد نضيف هذاك الخميره اللي سبق وقلت لكم. كلشي غنكتبوا لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وغنزيد نضيف الجنجلان. بالنسبه للجنجلان الا بغيتوا ديروا كثر ضيفوا، بغيتوا ديروا غير القياس اللي عطيتكم غير 140 غرام يمكن لكم تضيفوا. هنا غنضيف الملح. وبالنسبه لهاد التوابل اللي هو القرفه والنافع وحبه حلاوه، ضروري ما غادي نغربلهم لانه كيكون فيهم هذاك، واخا كنطحنهم كيبقاو فيهم هذاك الحبيبات هكذا غلاضين، يعني ما كيتطحنوش مزيان في الماكينه. انا هادو جايباهم معايا من المغرب. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غربلتهم. هانتوما تشوفوا البنات داك البقايا، يعني ضروري ما تغربلوهم، ضروري ضروري باش هكذا ما كتخسرش لكم العجينه ولا الشباكيه ولا اي حاجه بغيتوا ديروهم. هانتوما تشوفوا. صافي ومن بعد غنخلط هاد النواشف كاملين. راه هاد القريطات كيجيو غزالين، ولا هاد البليغات كيجيو غزالين وبنانين وكيجيو مكخوكين كذلك. هنا غادي نخلط التوابل كلهم. هنا ضفت معلقه ديال الخل كيف ما كتشوفوا، وغنضيف هنا جوج معالق ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد نضيف البيضه كامله. الا بغيتوا تضيفوا غير صفار البيض ضيفوه، انا ضفت بيضه كامله. صافي غادي نخلط هاد التوابل كاملين، وغنزيد نضيف الزبده اللي ذوبت من قبل. انا خليتها غير ذوبتها صافي. الا بغيتوا نتوما تخليوها حتى تولي نوازيت تقدروا تخليوها، انا ذوبتها صراحه وخليتها هكذاك، يعني ما بغيتهاش تنقص ليا بزاف وتولي شويه، يعني ملي كنردها نوازيت كندير واحد الكميه وكتولي كميه قليله. صافي الطريقه انا كنديرها الصراحه غير في سلو، كتعطي واحد المذاق احسن من 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 الزبده عاديه. صافي هنا كيف ما غتشوفوا غادي نضيف هذاك الزبده على التوابل وغادي نخلط. بالنسبه لهذا الخليط الا بغيتوا تضيفوا غير ربع كاس ديال الزهر والخليط الاخر يكون الماء. بغيتوا تخلطوا كل شيء بالزهر خلطوه، انا خلطت كل شيء بالزهر. انا غير كنقول لكم داك الشيء اللي كندير واللي شنو اللي يمكن لكم تعوضوا به، يعني انا خلطت بالزهر كامل كيف ما كتشوفوا. الا بغيتوا تضيفوا غير ربع كاس ديال الزهر اولا نص كاس ديال الزهر وشي لاخر ما تقدروا تضيفوه. صافي هنايا من بعد ما ضفت الزبده وكذلك كنضيف هنايا الزهر شويه بشويه وانا كنخلط. صافي غنبقى حتى نخلط كل شيء وتجمع لي عجينه واحده. هنا تجمعات لي العجينه كيف ما كتشوفوا. هنايا تقريبا درت قرعه ديال الزهر، بقى غير هذاك شويه. هنا فيها 245 ميلي على ما كنظن، صراحه كان كيحسب ليا واضحه في الكاميرا صح ما واضحاش. صافي هنا غنخليوها ترتاح من بعد نطلقوها. هنا من بعد ما ارتاحت لي تقريبا واحد 15 دقيقه. صافي الا ما عندكمش الوقت ماشي ضروري انكم ترتاح، انا غير بما غسلت الماعين وطرفت حاجه اخرى وصافي. هنا غادي نقسم العجينه على جوج، انا غادي ندير ثلاثه ديال الشكيلات هانتوما غتشوفوهم معايا. صافي غنخلي الاولانيه، غناخد واحد البابي اولا واحد البلاستيك الغذائي. صافي ونطلق العجينه ما بين كل وحده وحده، غنطلقها. بالنسبه للسمك ديالها ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ، هو ما كتكونش رقيقه بحال الشكل ديال الشباكيه وما كتكونش غليظه باش هكذا ما كتجيناش غليظه. صافي هنايا من بعد ما طلقت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا كيجي السمك ديالها مرقيق ما غليظ ما بين وبين، يعني عينكم ميزانكم. هنا عندي جوج ديال الطويبعات، غادي ندير الكبير وغادي ندير الصغير. بالنسبه لكم نتوما ديروا اللي بغيتوا، بغيتوا ديروها صغيره ديروها، بغيتوا ديروها شويه كبيره تقدروا تضيفوها. هنا غادي نحاول انني نطبع بهذا الطابع الصغير.
صافي. من بعد ما طلقت وطبعت كيف ما كتشوفوا، كناخد هكذا كل غونديلا كنديرها بهذه الطريقه، كنحاول انني نضغط عليها. راه ساهلين كيوجدوا بواحد السرعه، راه ما نقولش لكم، وما فيهمش كثر التماره، ضروري ما كتضغطوا غير بالاصبع ديالكم مزيان وصافي، وكتخليوهم حتى كيتشمعوا. صافي انا غنبقى حتى نكمل بهذه الطريقه هذه بالنسبه لهادو اللي هما صغارين. اما الكبارين فكتبقى حسب الرغبه ديالكم، بغيتوا ديروهم كبارين كما سبق قلت لكم، بغيتوا ديروهم هكذا صغارين ديروهم. انا كما قلت لكم راه درت جوج ديال الانواع، درت هذه الطريقه هذه ودرتها واحده اخرى، وهذه درتها في الكبيره ودرتها كذلك في الصغيره، ودرت الاخرى اللي كتجي حتى هي بحال شكل كوكلياجه، كتجي غزاله وكدير فيها اللوزه. صافي كيف ما كتشوفوا كلهم كملتهم، غنحاول انني غير نضغط عليهم، انتم تشوفوا الشكل ديالهم راه كيجي غزال، ومن بعد غادي نطلق الشكل الاخر. انا هنا كيف ما كتشوفوا طلقت باش ما نطولش عليكم الفيديو، وطبعت بالطابع اللي كبر من الاولاني. صافي غنبقى حتى نطبع كل شيء وغنوريكم الشكل الثاني. صافي انا غنوريكم الشكل الثاني كيف ما كتشوفوا، بحالو بحال داك الصغيور، حتى هذا كيجي هكا الكبير وكيجي هماوي، وكديروا لوزه هكذا ولوزه هكذا. صافي وغنوريكم الشكل الثالث، الصراحه اللي حتى هو كيجي غزال وكيجي راقي بزاف. هانتوما تشوفوا البنات كتحاولوا تجمعوا من هنا من التحت بهذه الطريقه هذه، وكتخليوه غير الفوقي. هانتوما تشوفوا راه كتجي غزال وما كتحل ما والو، غير تضغطوا عليها غير بيديكم، يعني ماشي ضروري انكم تستعملوا شي حاجه باش انها تبقى لكم ثابته. هانتوما تشوفوا البنات راها جد سهله وما فيهاش شي حاجه، وفي سعد لهاد القريطسات او لهاد البليغات كيوجدوا في رمشه العين. صافي غنبقى حتى نكمل كل شيء ونرجع لكم. صافي من بعد ما كملتهم كيف ما كتشوفوا درتهم فلاطا، خليتهم حتى يتجمعوا ليا هكذا باش انهم كيشدوا راسهم. بغيتوا تقليوهم في نفس النهار قليوهم، بغيتوا تخليوهم حتى لغد ليه تقدروا تخليوهم، راه ما كياخذوش الوقت بزاف، ميم با ساعه ديال المكانه وكيكونوا هاد القريطسات اولا هاد البليغات ديالنا واجدين. غادي نقليهم معاكم. هنا خديت واحد المقله اولا كاسرونه اولا اللي متوفر عندكم، ضفت فيها الزيت خليتها حتى سخنات كيف ما كتشوفوا. غنبقى نبدا نكب اولا غنبدا نرمي هكذا بخمسه بخمسه حسب النوعيه ديال الكاسرونه ولا غتقليو فيها، يعني ماشي ضروري انكم ترميو وحده بوحده. صافي وغادي نبقى نبدا نقلي. بالنسبه للقلي راه حتى هو طريقته بحالها بحال البلاغات اللي سبق ولحت لكم قبل اولا نزلت لكم الفيديو ديالهم قبل، يعني ماشي بحال الشباكيه خاصكم تقليو وحده بوحده. صافي غتبقاو بدا تدوروا حتى كيبان لكم اللون ديالهم تغير، دائما كيبقى حسب الناس، كل واحد وكيفاش كيبغي. كاين اللي كيبغيهم شويه شهبين يعني يجيو بيضين، كاين اللي كيبغيهم يجيو ملونين، كاين اللي كيبغيهم يجيو قرونه. صراحه انا كيعجبوني يجيو قرونه، كيبان واحد في الحطه كيبانوا غزالين، وكل واحد والرغبه ديالو يعني في هاد البليغات اولا الشباكيه اولا حتى البريوات. صافي اللي غادي نقليه غادي نطفيه في العسل. من بعد ها نتوما تشوفوا الا بغيتوا الطريقه ديال العسل خليوها ليا في كومونتير، انا ديجا داك العام دايره العسل، مي الا بغيتوا هذا انا دايره غير بالسكر ديال اتاي، الا بغيتوا نخلي لكم الطريقه ديالو. صافي ها نتوما تشوفوا البنات انا راه كنحرك، انا غادي نكتفي غير بهذا اللوين هذا، حيت من بعد العسل كيبان بحال قرونه كيبانوا زوينين. صافي ومن بعد ما غنطفي في العسل نخليهم حتى يشربوا ليا العسل، ومن بعد نصفيهم باش هكذا ما يبقاش فيهم العسل بزاف. غنبقى حتى نقلي الكميه ديالي كامله بنفس الطريقه، وكل ما كنقلي كنعاود نطفي في العسل. صافي تنكملوا ونرجع لكم ان شاء الله. صافي وها انا رجعت لكم في الشكل النهائي ديالهم كيف ما كتشوفوا، كيجي اللوين ديالهم غزال، زينتهم بشويه ديال اللوز اللي مقلي. صافي وهذا ها نتوما تشوفوا خليته سامبل، زينتوه بشويه ديال الورد من الفوق، يمكن لكم تزينوا ان شاء الله في الحطه ديال الطبيله ديالكم باي حاجه، تقدروا ديروا غير الجنجلان، ماشي ضروري انكم ديروا اللوز. الناس اللي ما عندهمش يعني ماشي ضروري كلشي يكون عنده. ها نتوما تشوفوا الشكل الاولاني كيفاش كيجي، وكذلك الشكل الثاني كيفاش كيجي، الشكل اللي غيجيكم سهل هو اللي تقدروا ديروه ان شاء الله. صافي وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم ولا الاخر ديال الفيديو، كنتمنى انه ينال اعجابكم، ولاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كل جديد. ما تنساونيش من التعليق ديالكم لانه كيهموني وكيحفزوني وكيخليوني دائما بارطاجي لكم الجديد. قولوا لي تعليق وقولوا لي الفيديو الجاي شنو بغيتوا يكون فيه، والسلام عليكم.